ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الدرس ديال لي بولونيوم فراكسيون راسيونيل لا لوا دو كومبوزيسيون دو ان اليمون سامبل. وصلنا دابا لي بو سامبل اي دوبل، غنشوفو سامبل ونشوفو دوبل بارتي بارتي باش نجبدو لي كونفيسيون. كيما قلنا الحصة الفايتة غنجبدو لي كونفيسيون ا اي بي اي سي. الو كيما كنشوفو هذا اش درنا في الحصة الفايتة، حيت كتكون واحد لي بو سامبل سامبل، يعني ان اكس موان ان ما كاين لا او كاري لا والو، كتكتب على شكل ا على اكس ناقص واحد زائد بي على اكس ناقص جوج زائد سي على اكس زائد 3. صافي نمشي لهاد الحصه الفايته وورينا كيفاش انه كتكون هنا ا ولا فوقاش كتكون ا اكس زائد بي. هادشي راه درناه في البارتي الفايته، اللي ماشي في البارتي الفايته يمشي يشوف هاد القواعد. هاد البارتي غادي نشوفو كيفاش نجبدو هاد لي كونفيسيون هادو. صافي نجبدو ا و بي و سي. صافي الو شوف ميثود سهله هادي بالنسبه لهاد لي بو سامبل سهله. اول اش نديرو الا بغينا نجبدو ا، بغينا نجبدو ا اش نديرو؟ غادي نحاولوا اننا نشوفوا اللي تحت ا. عندنا تحت ا هو اكس ناقص 1، غادي نضربوا هذا الطرف كامل باكس ناقص 1 وهذا الطرف كامل باكس ناقص 1. صافي الوغ اول حاجه نضربوا هذا ال هذا باكس ناقص 1. اذا ضربناه باكس ناقص 1 غادي يعطينا هنايا اكس ناقص 1 عامل على اكس ناقص 2 على اكس زائد 3. صافي غادي نحاولوا نختزلوا هنايا. صافي شحال كتساوي لنا؟ وهذا الطرف حتى هو نضربو في اكس ناقص 1. الا ضربنا هذا في اكس ناقص 1 شحال غادي يبقى لنا؟ غتبقى لنا ا، لان غادي نعملو باكس ناقص 1 وهنا زائد بي ديال بي دو اكس، نديرو هكا باش تفهمو مزيان، زائد سي دو اكس زائد 3. هادو كاملين نضربوهم في اكس ناقص 1. متفقين معايا؟ صافي يعني الا عوضنا، الا بينا حنا بي بينا حنا ا باش نعوضو اكس، باش نعوضو اكس غنعوضوه بواحد. الا عوضناه بواحد غتعطينا واحد ناقص واحد، غتعطينا شي كامل زيرو غادي يبقى لنا ا. يعني غادي نعوضو اكس بواحد سي بيان. الوغ الا عوضنا اكس بواحد غتعطينا هنا واحد، على غنعوضو هنا واحد ناقص جوج شحال هي؟ ناقص واحد. ناقص واحد في ربعة هي ناقص، هي ناقص ربعة. شحال كيساوي لنا هنا؟ قلنا هذاك الزيرو يعني كيساوي لنا ا. حنا جبدنا الكونفيسيون الاول، لو كونفيسيون الاول هو واحد على ربعة ناقص واحد على ربعة ا. صافي يعني كتبوها هنايا ايها ناقص واحد على ربعة. لا ميم بالنسبة لهاديك نديرو نفس الحاجة بالنسبة للكونفيسيون خرين بي، بالنسبة للكونفيسيون خرين بي باش تساوي اش خاصنا باش نضربو؟ كنضربو داك اللي تحت اكس ناقص جوج، غنضربو كلشي في اكس ناقص جوج، يعني غنضربو ار في اكس ناقص جوج غتمشي شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا اكس ناقص واحد، غتمشي هادي مع هادي غتبقى اكس زائد تلاتة. فهمتو كيفاش؟ ايكال هادي يعني غتبقى لنا ايكال بي. علاش؟ لان هنا غنختزلو باكس وهنا غنضربو. صافي نديروها غير حنا باش تفهمو علاش علاش تبقى لنا بي. غنضربو اكس في اكس ناقص جوج على اكس ناقص واحد زائد بي ديال اكس ناقص جوج، كلشي غنضربو في اكس ناقص جوج على اكس ناقص جوج. هنا غنختزلو اكس ناقص جوج زائد سي في اكس ناقص جوج على اكس زائد تلاتة. صافي هنا اختزلنا تبقى لنا غير بي. شحال تساوي لنا هنايا؟ الا عوضنا اكس، الا عوضنا اكس باش نعوضو اكس بجوج باش تبقى لنا جوج. صافي الا عوضنا اكس بجوج شحال تعطينا هنايا؟ ديك واحد. جوج ناقص واحد هي ناقص واحد، ناقص واحد في خمسة هي ناقص خمسة. صافي هي ناقص واحد على خمسة. صافي الوغ هنا جوج لا زائد زائد صاحبي هنا عوضنا جوج، جوج ناقص واحد شحال هي؟ واحد. واحد في خمسة واحد على خمسة، يعني بي يعني هادي شنو كتساوي؟ كتساوي بي. إلا عوضنا هنا بجوج غتعطينا صفر، هادي مشات كاملة زيرو. إلا عوضنا هنا بجوج جوج ناقص جوج مشات كاملة زيرو، غتبقى لنا بي. سي بيان يعني يعني بي إيكال واحد على خمسة. صافي من هنا كتستنتج واحد العلاقة بلا ما مقدير هادشي، كتستنتج واحد العلاقة سهلة. شكون هي؟ هي لو كونفيسيون. إلا بغيت تجبد واحد لو كونفيسيون أ ولا بي ولا سي، إلا كان سامبل بحال هكا كيتكتب بحال هكا سامبل، ما كاين لا أو كاري لا والو، اشنو كدير؟ كدير لاندا
لاندوا هي واحد كونفيسيون، اما ا اما ب اما سي، اش كتساوي؟ تبع معايا، كتساوي ال. شكون هي ال؟ هي هاد الفونكسيون اللي عندنا هنايا، صافي؟ هي هاد الفراكسيون يعني. فاش كنضربوها؟ كنضربوها في اكس ناقص ا. شكون هو اكس ناقص ا؟ اكس ناقص ا هو اللي كيكون تحت هاد الكونفيسيون، اما هذا اما هذا اما هذا. اذا كانت الكونفيسيون هو سي، غتكون اكس ناقص ا هي اكس زائد 3، صافي؟ تبع معايا. الو، واش كنديرو؟ كنحاولو اننا اكس كيساوي لنا ا، سي سامبل، صافي. الو، نطبقو هاد العلاقه بالنسبه للكونفيسيون سي باش اننا نفهمو مزيان. الو، سي شحال كيساوي؟ سي شحال كيساوي؟ كيساوي ار. ار هو هذا، غنضربوه في اكس زائد 3، يعني غنضربوه في اكس زائد 3 على اكس ناقص واحد على اكس ناقص جوج على اكس زائد 3. غتمشي هادي مع هادي، شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا واحد على اكس ناقص واحد على اكس ناقص جوج، صافي. غنحاولو نعوضو هذا باكس ايكال ا. شحال هنا عندنا؟ عندنا اكس زائد 3، يعني ا شحال كيساوي هنا؟ شحال كيساوي ا هنايا؟ ناقص 3، لان قلنا اكس ناقص 3. هنا ا كيساوي باش ما تخربقوش، خاصو يكون اكس زائد 3 كيساوي صفر. هكا بحبيتي، اكس شحال كيساوي؟ ناقص 3، صافي. فهمتوا؟ يعني بحال هاد اكس ناقص ا كتساوي صفر، يعني اكس شحال كتساوي؟ ا. عليها قلنا هنا اكس كتساوي ا، سي بيان، يعني هنا كتساوي 3. غنحاولو نعوضو اكس ايكال 3. شحال نديرو؟ 3 ناقص جوج، 3 ناقص واحد هي جوج، ياك؟ جوج هنايا 3، اشنو عندنا؟ اولا ناقص 3، عفوا، ناقص 3 ناقص 1 هي ناقص 4، ناقص 4 في ناقص 5، ناقص 4 في ناقص 5 هي 20. ناقص مع ناقص كتمشي، هي 1 على 20. احنا جبنا لي كونفيسيون سي. الوغ المعادلة تكتب على هذا الشكل هذا، يعني هذه نحيو هادو ونكتبو بلاصتهم هاد لي كونفيسيون. لقينا ناقص 1 على 4، هنا لقينا واحد على 5، هنا لقينا واحد على 20، صافي. بالنسبة لهاد البارتي هادي سي سامبل. نشوفو الحالة الثانية، إذا كانت عندنا أو كاري ولا شي حاجة بحال هكا. بالنسبة لهاد لي بول سامبل، إذا كانت أو كاري هنا، نشوفو شنو كنديرو لها. بالنسبة لهاد ليكزومبل هذا، بالنسبة لهاد لوكا هادي كيوقع فيها أخطاء بزاف. كيما كنشوفو واحد الفراكسيون أ سوغ بي إي أ أن بول لي دوبل بوغ إر، ألوغ فإنك كتكتب على هاد الشكل أ على أ ناقص بي، وكتمشي كتنقص. راه داكشي درنا في البارتي الفايتة، لي مشاش الدرس الفايت راه هو لي مهم. وعندنا إر حيث أن هاد أ هدا لو با دوبل فهاد إر أن، صافي. ألوغ كيفاش نجبدو هاد بي وكيفاش نجبدو هاد أ؟ تبع معايا. إلا بغينا نجبدو بي، حيت كنجبدو بي بالنسبة لهاد الأوكاري هذا، فهمتي؟ بالنسبة للأصل الأوكاري، إلا كان أوكاري شنو كنديرو؟ كنديرو بحال كيما درنا في المرة الفايتة، كنضربو إر في إكس موان زان أوكاري، كنعيطو إكس إيكال أو كنجبدو بي، سي سامبل. ولكن بالنسبة لهنا ماشي كنضربو في إكس، ماشي كنضربو في إكس ناقص أ، خاطئة هادي، هادي خاطئة بزاف. لا، أش كدير؟ كدير نفس العملية درتي هنايا، هي كدير الاشتقاق ديال هاد ار على اكس ناقص ا او كاري، كدير له الاشتقاق عاد كتعوضو ب ا، صافي. باش نفهمو مزيان نشوفو هاد الفونكسيون. الوغ حنا بغينا نكتبو فاكتور، ندير واحد ديكومبوزيسيون لهذا، صافي. غنحاولو اننا نكتبو ا كبيرة هكا، سي بيان، على اكس ناقص جوج، ياك، زائد بي على اكس ناقص جوج او كاري. ما تقولوش علاش درت لها بحال هكا، هادشي راه درناه في الدرس الفايت. اللي ما شافش الدرس الفايت يمشي يشوف. الو، كي نديرو نجبدوها؟ اول حاجه نجبدو بلي الناس هذا، كنشوفو الاصل، الاصل هو او كاري، كتمشي او كاري كدير لها العمليه اللي درنا لها الفايت عادي، صافي. يعني بي كتساوي ار ار في اكس ناقص جوج او كاري على اكس ايكال شحال هنا؟ جوج. شحال تعطينا؟ إلا ضربنا إر هنا تعطينا إكس، غتعطينا إكس، 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 صافي، تعطينا إكس ونعوضو إكس بجوج، يعني غتعطينا جوج، يعني بي إيكال دو، سي سامبل، صافي. إحنا بي لقينا له،
درنا العمل هذا ما في البارتي الاولى. البارتي الثانيه لا، اشنو عندنا؟ اشنو كندير هنايا؟ كان نحاولوا اننا نديروا هذه العمليه هذه، يعني ان يعني باش تفهموها مزيان نحاولوا نضربوا هنايا في اكس موان زا او كاري في كل شيء كما درنا في المره فاتت، يعني تبقى اكس ايغال شحال هنا تبقى بي باش تفهموها مزيان زائد ا على اكس ناقص جي. متفقوا معايا؟ ضربنا هنا في بي في بي ناقص ا او كاري، بي ناقص جوج او كاري ضربنا فيها شي كان في بي ناقص جوج او كاري. اش كيقول هذا الميثود؟ كيقول الاشتقاق عاد كتعوض صافي، الاشتقاق ما تعوضليش بجوج دابا حتى دير الاشتقاق، يعني الاشتقاق ديال هذا مع الاشتقاق ديال هادشي كامل صافي سي بيان. شحال يساوي الاشتقاق ديال اكس؟ واحد. سي بيان ا يعني كيساوي ا في اكس ناقص ا في جوج، ا في جوج فيكس ايغال زيرو، ا اكس ايغال ا صافي، زائد الاشتقاق ديال بي فيكس زيرو، يعني ا كيساوي ان. سي فاسيل. الوغ هاد الكتابه هادي كتكتب على شكل هنا ان، وهنا شحال لقينا في بي؟ شحال لقينا في بي؟ جوج. جوج صافي. ها هي لي ميثود سهله، غير انك حاول ان ديك الميثود اللي درنا في الاول كتصدق غير في هذا الاصل هذا في او كاري، اما بالنسبه لهذا ما كتصدقلوش صافي. راه كاين بعض الطرق اخرين بلا هذه، الاش الا كان لان الاشتقاق صعيب شي مره، كيجي شي مره شي معادله كتكون طويله كتطول لك التمرين. كاين بحال اكزومبل بحال هذا الاكزومبل هكا، وكيديروا بحال هذه الطريقه هذه. الطريقه سهله بسيطه، كيدير لك اكس على اكس نديرو ناقص واحد او كاري صافي. هذه كي كتكتب قلنا انها كتكتب على شكل ا اكس ناقص واحد زائد بي اكس ناقص واحد او كاري صافي. اش كيدير هو؟ كيحاول انه يعمل هنايا، يعمل باش يكون نفس البسط هنايا، نفس هاد المقام هذا يكون هنايا. اش نديرو؟ يعني تكون هنا الى عملنا تكون اكس ناقص واحد او كاري، نعملو هذا يعني هاد اكس ناقص واحد ضربناها في ا، ضربناها هنا وضربناها هنا، يعني تعطيك ا على اكس ناقص واحد زائد بي صافي. غنحلوها باش نديرو لها بحال هاد الكتابة هادي، يعني الى ضربناها تعطيك ا اكس ناقص ا ناقص ا، يعني تعطيك بحال هكا ا اكس ياك زائد بي ناقص ا صافي على اكس ناقص واحد لكل او صافي. كتشوف هنا اشنو كتشوف؟ كتقارن هادي مع هادي صافي، عندنا نفس تحس بحال اكس ناقص واحد او كاري، اكس ناقص واحد او كاري كتجي لهنا. شكون اللي قدام اكس؟ ا، يعني ا شحال كتساوي؟ سبعة، لان قدام اكس سبعة. بي هادي ناقص اربعة شحال كتساوي؟ كتساوي بي ناقص ا صافي. يعني الا جبنا هاد ا نعوضوها بالقيمه ديالها هي 7، جبنا 7 لهنا غتقول لك 7 ناقص 4 شحال؟ 3، يعني بي ايغال 3. يعني المعادله هنا كيجي تقول لي عندنا شحال لقينا 7 و 3 صافي، يعني المعادله كامله هنايا 7 و 3 صافي. نحيدو هادو، يعني سي سامبل. شحال لقينا في ا؟ ثلاثة ياك، سبعة وهذه ثلاثة. هذه واحد الطريقة بسيطة، وهذه كيخدموها بزاف لأنها سهلة، كدير لها اشتقاق لا والو كتخرج لك هي هذي. ديروها نتوما بالاشتقاق وتخرجكم نفس الحاجة بالنسبة لهذا صافي. نشوفوا دابا طريقة أخرى، حيت كتكون كتابة ديال بحال هكا، كتكون ا اكس زائد بي لا اكس ناقص بحال هكا جوج بحال هكا. هنا كيفاش نجبدو هاد دو كونفيسي صافي؟ نشوفو دابا كيفاش نجبدوهم. هاد البارتي هادي غنشوفو فيها ا اكس زائد بي كيفاش اننا كنحلو هاد دو كونفيسي صافي. الوغ هنا ا كيساوي 3 اكس اس 3 زائد 1 كتساوي لنا 3 على اكس زائد 1 على اكس او كاري ناقص اكس زائد 1. شي سامبل، غنحاولو اننا نديروها كما العاده، ار كتساوي ا على اكس نفرقوها بلس ا زائد بي بي على اكس او كاري زائد ناقص اكس زائد واحد. هكا كتكتب نو، قلنا انها كيكون او كاري هنا كتكون ا اكس زائد سي
فهمتي دابا خاصنا نجبدو بي و سي. شوفوا لي الميثود باش نجبدو، باش نجبدو ا سي سامبل ا كتساوي لنا كما العاده ار نضربوها في اكس زائد واحد على اكس كتساوي ناقص واحد سي سامبل. الوغ شحال كتساوي لنا هنا الا ضربنا اكس هنايا تمشي مع هذا تبقى 3 على اكس اوكاري ناقص اكس زائد واحد، غنعوضو اكس بناقص واحد يعني ناقص واحد اوكاري هو واحد، ناقص واحد مع واحد واحد هي 3 هي ايكال واحد، يعني 3 على 3 ايكال ان. سي بيان حنا جبدنا ا ايكال ان سي تخي بيان. الوغ دابا غنحاولو نحاولو نجبدو بي و سي. كيفاش غنجبدو بي و سي؟ سي سامبل. شوف هنايا كنحسبو الليميت ديال اكس كيمشي بلوس لانفيني ديال اش ديال اكس في ار. سي بيان اشنو كيساوي ها اكس في ار كضرب اكس في ار صافي اشنو كيساوي؟ كيساوي هذا في اكس ليميت ديال اكس بلوس لانفيني ديال ا اكس حتى هذا كضربو في اكس على اكس بلوس ا زائد حتى هذا نضربو في اكس يعني اكس او كاري بلا كوبر سي اكس على اكس او كاري ناقص اكس ناقص واحد زائد واحد باش ما نتلفوش. سي بيان الوغ كيما كتشوف هنايا نحسبو الليميت ديال هذا نشوفو هذا بوحدو شحال كتساوي الليميت ديالو. عندنا الليميت ديال اكس بلوس لانفيني ديال اكس ار شحال كتساوي؟ كتساوي 3 اكس على اكس اس 3 بلوس ان. كنهزو اكبر اس هنا واكبر اس هنا بالنسبه للليميت بلوس لانفيني اكبر اس هنا واكبر اس هنا هو 3 اكس على اكس اس 3 شحال كتساوي؟ 3 على اكس او كاري يعني الى عوضنا هنا بلوس لانفيني يعني غتمشي للزيرو يعني اكس ار كتساوي الزيرو صافي. نحيو هاد البارسي يعني ان هادي كتساوي لنا الزيرو ايكال. نحسبو دابا ليميت ديال هادي في بلوس لانفيني. اول حاجة شوفو هادي عندنا اكبر اس هنا هو ا اكس اكبر اس لتحت هو اكس يعني تساوي لنا زائد اكبر اس لتحت اكبر اس الفوق هو بي دو اكس اس 3 اكبر اس لتحت هنا هو اكس او كاري مشات هذه يعني شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا ا زائد بي يعني هنا ا زائد بي سي سامبل. ا عندنا القيمه ديالها ا عندنا القيمه ديالها هي واحد يعني اكزاكتومون بي كتساوي لنا ناقص واحد لان عندنا هذه كتساوي زيرو وجبنا هذا لهنا واحد لهذا ناقص واحد يعني بي كتساوي ناقص واحد يعني بي كتساوي ناقص واحد سي تخي بيان. شوف بالنسبه الى لقيتي جميع لي كونفيسيون بقى غير واحد لقيتي ا وقيتي بي بقى كاين كونفيسيون واحد في المعادله فهمتي. الا جبتي ا وبي وسي وبقى كدي بوحدو اشنو كدير؟ كتعوض ار باي عنصر وتلقى سي. حنا نعوضوها بصفر صافي نعوضو ار بالزيرو باش يسهل علينا الحساب. الى عوضنا ار بالزيرو زيرو هنا هي 3 على 1 هي 3 شحال تساوي لنا؟ نعوضو هذا بالزيرو الزيرو يعني ا على 1 هي ا زائد نعوضو الزيرو بهي زيرو غتبقى سي على 1 سي على 1 هي سي. علاش؟ لان هنا زيرو زيرو تبقى 1 سي على 1 هي سي صافي. دابا اش بغينا؟ حنا بغينا سي صافي. دابا معادلة سهلة بزاف صافي هي 3 ناقص ا كتساوي لنا سي يعني كتساوي ا شحال كتساوي ا هي واحد يعني 3 ناقص هي جوج يعني سي كتساوي جوج كتساوي جوج. ها هي المعادلة ديالنا سالات. الوغ نعاودو ا بالقيمة ديالها بواحد نعاودو بي بالقيمة ديالها ناقص واحد نعاودو سي بالقيمة ديالها جوج سي بيان سي تخي بيان. الوغ باش تعرف حسب هاكا تجمع هاكا وتقرا خاص تلقى هاد النتيجة صافي. إلا كفاك الوقت في ليكزام وكذا بغيت تجمع كتجمع وكتشوف واش نفس النتيجة أو صافي. ولا كتعوض إكس بأي عنصر خاص تعطيك نفس النتيجة عوضتي هنا بإكس صافي. الوغ نتمنى لكم حظ موفق. بالنسبة لهادي راه بالنسبة سيغ إر ما إلا قالك سيغ إر. أما إلا قالك سيغ سي نمبر كومبلكس هادي راه ماشي كتابة هادي هادي خاصها تكتب على شكل جي و جي جي بار لان هاد اكس او كاري ناقص اكس زائد ان راه الحل ديالها هو جي و جي بار صافي ناقص جي و جي بار ناقص جي بار. الو نتمنى لكم حظ موفق. صيفطوا لنا التيديات بالنسبه لهاد البارتي هادي ديال ديكومبوزيسيون دي ان فونكسيون سامبل لان هاد الفاكتوريزاسيون ضروريين
نخدموا فيهم بزاف التمارين باش اننا نضبطوا المسائل ديالنا. يعني فيهم كاين فيهم بزاف لي ميثود صيفطوا التيديات مع التصحيح باش اننا حنا نخدموا تيديات مختلفين باش نخدموا التمارين ديال هاد البارتي هاد الشابيتر هادي، لان هادي خاصك تكثر التمارين خاصه بالنسبه للنومبر كومبلكس. نومبر كومبلكس كيكون بزاف في كيفاش انك تفاكتوريزي في كتلقى المشكله. الوغ نتمناكم حظ موفق، نتمناكم انكم فهمتوا هاد البارتي هادي هي اخر بارتي عندنا في الكور ان شاء الله. نمشيو للاسباس فيكتوريال ان شاء الله.